أهلاً أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة أنه فعلاً الرب يضيء بوجه عليك اليوم أنت وأسرتك ويمنحك سلام واليوم رح نلقي الضوء على موضوع الموضوعات على الأساس يعني اللي بنؤمن فيه كمسيحيين موضوع القيامة رح نتكلم عن تاج معجزات المسيح بل هي معجزات معجزة المعجزات, المعجزات والقيامة هي القلعة الحصينة والأساس الإيماني طبعا لإيماننا المسيحي وعقيدتنا المسيحية أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة اللي رح تكون سبب بركة لحياتك إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك رح نتواصل مع بعض خلال هذه الحلقه. أنا بصلي من كل قلبي اليوم أنه الرب يفتح ذهنك يفتح بصيرتك الروحية طبعا ويفتح قلبك حتى نستوعب هذا الموضوع الهام اللي يعتبر أساس الإيمان المسيحي. وأنا بدعوك اليوم أنك تسمع هذه الحلقة بدون أي تحيز. وبدون ما تاخذ اي جانب لكن اسمع ما يريد ان يتحدث به الله معك يكلمك ويكلم طبعا روحك وقلبك من خلال هذه الحلقه ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل القصير اهلا اعزائي المشاهدين، انتم تشاهدون برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقه عن موضوع القيامه، اقصد قيامه يسوع المسيح من الاموات. أه يسرني ان استضيف الى برنامج ليكن نور لاول مره القس مجدي حبيب، القس مجدي هو من مصر خادم للإنجيل ويخدم في بلدان عديدة والله مستخدمه في مواضيع الدفاعيات عن الإيمان المسيحي شرف وامتياز لإلنا أخ مجدي أنك تكون معنا في هذه الحلقة أنا بتشرف بك يا وبشكر ربنا أني أعطاني الامتياز طبعا أن أنا أكون موجود في البرنامج الشرف لنا طبعا حديثنا عن القيامي ولما يعني منقول إنه حديثنا عن القيامة أعطيني شو عم حالياً إنت بفكرك شو اللي عم بتفكر فيه في هاي اللحظة في اللحظة دي بالذات النهاردة في كندا مثلاً عيد أنا بسميه الناس بيسموه عيد الهالوين لكن آه. أنا بسميه عيد الموت آه أوكي مظبوط فإحنا عندنا اليوم طبعاً صحيح. عارف إزاي هو عيد الموت طبعا ده عيد الشيطان وكل الرموز اللي بتستخدم في العيد ده هو عباره عن جماجم وعناكب وحاجات واشباح و... وافاعي فكلها حاجات اولا مرتبطه بالشيطان واللي مرتبط بالشيطان بشكل مباشر الموت مم. تتذكر كلام الرب يسوع لما قال عن الشيطان ان ذاك كان قتالا للناس منذ البدء نعم وقال عنه أن السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فما أعظم الفرق إحنا من نهاردة بنتكلم عن القيامة في عيد الموت ولأن المسيح طبعا هزم الموت بقيامته فهذا بيعطينا الحياة النصرة انه نفتخر بهذا الشخص الحي المتميز اللي بيختلف عن سائر البشر. لما ندخل لمعترك الموضوع القيامه هنشوف فيه امور مجيده جدا جدا تحلق بالمؤمن في السماء العليا. امين. طيب فاذا اذا بدنا نبتدي في القيامه لابد انه نقرا من كلمه الرب. بت... إيه... انت طلبت يعني قبل الحلقة أن تكون القراءة من بشارة لوقا في الإنجيل المقدس إصحاح 24 right. طيب بحب أدعو كل المشاهدين إذا معك يعني معك محمول إذا معك آيباد آيفون جالكسي وعندك الكتاب فيك يعني تتابع معنا في بشارة لوقا الإصحاح الرابع والعشرون من الآية الأولى ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع وفيما هن محترات في ذلك إذا رجلان وقفا بهن بثياب براقة وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قالا لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام اذكرنا كيف كلم وهو بعد في الجليل قائلا إنه ينبغي أن يسلم ابن الإنسان في أيدي أناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا طبعا هون بإصحاح 24 بيتكلم عن القيامة خليني ألتجئ للسؤال الأول أخ مجدي سؤال الملائكة للمريمات اللي أجوا أول الأسبوع بالباكر في الفجر وكان السؤال ممزوج يمكن بعلامة استفهام لماذا تطلبنا الحي بين الأموات كأنه المفروض تكونوا عارفين نسيتوا تذكروا شو الكلام اللي حكى لكياتو في الجليل أولا فيسأل هذا السؤال بعلامة استعجاب وكأنه بعدين بيعطيك بيعطيهم الجواب لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام. ايه اللي عاوز تحكي لنا اخ مجدي؟ اولا يعني بادئ ذي بدء شوف في مطلع الاصحاح يقول ايه؟ ثم في اول الاسبوع اول الفجر. م. فهو الموضوع الاول. م. اول المواضيع كلها. م. موضوع قيامه الرب يسوع المسيح. لكن واحنا بنجاوب على سؤال بلا جواب مم. لماذا تطلبنا الحي بين الاموات؟ الحقيقه السؤال ده هو من الملاك كان سؤال استغراب وسؤال عتاب واستعجاب واستعجاب فلما بيقول لهم كده بيقول لهم كده ليه يا قسيس؟ لاني الحياه اللي عاشها الرب يسوع لما وطئت اقدامه الارض حياه متميزه جدا، فمره من المرات اتقابلت مع واحد من شهود يهوه وبعدين بيحاول يقول لي يعني ان يهوه ده ما فيش زيه و و و، فعايز يجيب لي ايه كانه يفهمني بيها بيقول لي ايه في اشعياء 66 بيقول لي آه السماوات كرسيه والارض موطئ لقدميه، قلت له طب مين اللي كانت السماء كرسيه ومين اللي الارض ومين اللي وطأ الأرض بقدميه؟ واخد بالك وساعتها أنا لأن أتزا مومنت وهو بيقول الكلمة دي كان الروح القدس بيديني هذا التصور فهتفت من أعماقي هللويا لأن الرب يسوع المسيح اللي هو له كل السجود وله كل الخشوع وله كل التعبد هو الله الظاهر في الجسد وكان لازم هم يكون عندهم الاكتشاف ده هو لأن الحياة اللي عاشها الرب يسوع على الأرض حياة ما حصلتش في تاريخ الكرة الأرضية. ليه؟ لما يشوفوا قدامهم شخص السماء مفتوحة عليه باستمرار. السماء مفتوحة عليه في ميلاده جمهور من الجند السماوي ظهروا مسبحين المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. وفي معموديته الكتاب يقول انشقت السماء له انفتحت السماء انشقت لهذا الشخص الفريد وصوت من عنان السماء يصل الى الارض بشكل مباشر هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وفي التجلي نفس الشيء كمان في التجلي على جبل آه التجلي اه السماء والارض بقوا يعني شيء واحد دعانقا. بهذا الشخص طبعا ولما تبص تلاقي ان الملائكه الملائكه في ميلاد نلاقيها والملائكه في البريه في وقت صيامه آه وفي في البستان في الجلجسة آه الملائكة حاضرة في خدمته من يكون هذا الشخص من يكون هذا الشخص اللي بيقول عنه بولس في رسالة العبرانيين لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موت قدمي ويقول إيه ولملائك ولملائكة قال يعني الملائكة بتاعته هو تنسب إليه فالشخص اللي السماء مفتوحة حتى في القيام حتى في صعوده اتذكر حديثك في صعوده لما جاءت سحابة وأخذته عن أعينهم فده الشخص اللي جاب السماء للارض كلامه مع فيلبس معنا نسنائيل لما قال من الان ترى السماوات مفتوحه وملائكه الله صاعده ونازله على ابن الناس، فمن يكون هذا الشخص؟ لما نشوف حتى معجزاته معجزاته لما انا اتكلم مثلا على معجزه المولود اعمى وليه تفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى ليه الا عشان خاطر يقول ان هو اللي صنع الانسان لما صنعه اصلا كان صنعه منين من نفس الماده وده مولود ناقصه العينين فبيكملها له ولما اشوف ان بحر ما فيهوش سمك خالص منين يجيب له السمك اللي يملا الشباك مرتين تتكرر الحادثه دي لما اشوف في معجزه الخمسه ارغفه وسمكتين خمسه ارغفه وسمكتين منين يجي سمك ويجي خبز يكفي يكفي 5000 عائله عشان خاطر يشبعهم ويتكرر نفس الامر في موضوع الاربعه ارغفه والقليل من الصغار السمك وات از يقول ايه الكلام ده هو غير ان هو ده الخالق فسؤال الملاك ما كانش من فراغ هو كل ده هو ما كفكوش مين معجزات في كل العهد القديم اللي 39 سفر وكم هائل من الانبياء شفنا حد عمل معجزات زي معجزاته كان فريد جدا في معجزاته مين مشي على الميه زيه بلاش كده هو خليني أقولك لك حاجه اهم من كل ده هو الاسلوب اللي هو صنع به المعجزات كل اللي كانوا بيعملوا معجزات لما اشوف مثلا واحد زي ايليا ولا إليش على مكان كان يقيم الميت كان بيعمل ايه؟ يقعد يتمدد عليه ويمش ويتمشى يقعد يصلي ويرجع يتمدد تاني لكن ده اللي بكلمه يعني بكلمه واحده المعجزه بتكون بامر مش قال فكان وامر فصار مين اللي قال فكان ومين اللي امر فصار مين اللي مكتوب عنه الكلام ده هو في العهد القديم عشان يتحقق بشكل حرفي في العهد الجديد، وعايز اقول لحضرتك مش كده، مش المعجزات اللي عملها. لكن انا عايز اقول اعظم واعظم معجزه شخصه. لما انا اكون واقف قدام القداسه الكامله. لما انا اكون واقف قدام البر كله. لما انا اكون واقف قدام النقاء والطهاره اللي ما كانش ليها في كل التاريخ نظير. لما اكون واقف قدام شخص هو في قمه العظمه وفي نفس الوقت في قمه الاتضاع واشوف الشخص ده هو مين ده اعظم معجزه ما كانش مكفيكم ومالي لعنيكم سؤال الملاك ما كانش سؤال من فراغ سؤال فيه استغراب وسؤال زي ما حضرتك قلت فيه استعجاب فلماذا تطلبنا الحي بين الاموات لما نشوف مثلا آآ آآ كلامه على سبيل المثال كلامه راحوا الحراس عشان يصطادوه بكلمة كلمة يمسكوا عليه كلمة رجعوا يقولوا لم نجد إنسانا قط يتكلم مثل هذا الإنسان فده كله ده هو مش, مش مكفي واحدة سمعته رفعت صوتها من وسط الناس يعني ما قدرتش تتحمل وصرخت من وسط الناس وهي بتسمع كلامه وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين أرضعتهما لما قال له بطرس مثلاً إلى نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك يعني بيقول له إيه؟ إن كلامك أنت حياة، كلامك ده بيحيينا هو قال كلامي روح حياة، يعني الرب يسوع نطق بهذه الكلمات، لفت انتباهي كمان في موضوع أسئلة الملائكة إنه حتى في صعود المسيح إلى السماء من جبل الزيتون قال أيها الرجال الجليليون ما بالكم تنظرون إن هذا الذي صعد إلى السماء سياتي هكذا ثانية كما رايتم فمين مر. هذا الشخص؟ الحي طبعا هو يسوع المسيح. عايز اقول لحضرتك حاجة كمان أنا بستغرب أنا بستغرب في غاية الاستغراب أن في ناس بتعمل مقارنة بين الرب يسوع له كل المجد ومحمد، إزاي يكون؟ إزاي أقارن النور بالظلمة؟ إزاي أقارن شخص كان بيعيش حياة القداسة كلها بشخص لما جه يتجوز اتجوز واحده قد امه ولما ماتت راح اتجوز واحده قد بنته اي مجال للمقارنه اقارن بشخص الرب يسوع يعني دائما بكررها انا في البرامج انه اصلا من العيب والعار انه نقارن شخصيه المسيح مع اي شخصيه اخرى في هذا الوجود استسمحك يعني في حاجه هقول على حاجه آه ما اعرفش ربما تكون جديده ليك انا بعرف شخص متنصر اسمه يوحنا بشوي كان موجود في استراليا راح السماء من قريب يوحنا بشوي لما عرف الرب يسوع وبعدين هم شافوا الحاجات دي فراحوا طبعا غيروا الوظيفه بتاعته فعشان يأثروا فيه غيروا الوظيفه بتاعته راحوا واخدينه على فين؟ على مكتبه الاثر وحطوه في مكتبه الاثر اتخيل اقول لك على حاجه في منتهى الغرابه قال وانا بدرس في الكتب طبعا قدامه الكتب بالالاف كتب الازهر يلاقي ايه؟ ان محمد كان قايل لهم ان انا لما هموت هبقى زي عيسى بعد ثلاث ايام هقوم طبعا راحوا انتظروه وما قامش ولا حاجه تخيل هذا الكلام قاله لي الشخص ده هو كان زميل فاروق شوشه اللي كان رئيس الاذاعه المصريه انا اول مره بسمع هاي المعلومه بصراحه الحقيقه عايز اقول لك لحاجه انا سمعت كلمه هزتني من اعماقي بنت عندها 14 سنه، عرفت الرب حديثا في مصر. اتخيل قالت ايه؟ جت لمامتها من المدرسه تقول لها ايه؟ ماما لما الله اتجسد في المسيح الشيطان حب يردها له فاتجسد في محمد. يعني الموضوع طويل وكبير وهذا السؤال مثل ما ذكرت يعني كانه بعاتب ومستغرب على المريمات. لماذا؟ تطلبنا الحي وهي يعني واحدة من الأمور القوية في شخصية يسوع الحي إلى أبد الآبدين لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات ليس هو ها هنا لكنه قام لكنه قام وهذا بقودني لسؤال ثاني بعد إذنك طب طالما أنه هذا السؤال اتوجه طيب شو يعني خليني يعني مثل ما كاتب أو مثل ما هو مكتوب سؤال الملاك يعني طب احنا بالنسبه لنا شو قيمه القيامه في في المسيحيه طب المسيح قام شو قيمه القيامه اتكلم على قيمه القيامه في المسيحيه بس مضطر اشير لشاهد في دانيال تفضل دانيال 6 26, 26 وده اسم ده هو برضو المسلمين اقتبسوه زي ما هو الحي اسمه القيوم الحي القيوم ايوه طب وانا النهارده لما اسال دلوقتي علمونا في اللغة العربية لما تيجي تبحث في معنى كلمة لازم ترجعها للمصدر بتاعها مم. فالمصدر بتاع القيوم قام مم. فمين هو الحي القيوم وهي نبوة في دانيال مئات السنين قبل مجيء المسيح واخد بالك حاجة واضحة جدا جدا ده الشخص اللي مكتوب عنه في الكتاب في عبريل 2 14 و 15 إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانت كل حياتهم تحت, تحت العبودية تعرف أن كل إنسان بيتولد بتولد خاطي م. وبيعمل خطية لكن الرب يسوع لم يولد خاطي ولم يفعل خطية عشان كده هو اللي أباد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس وهو اللي, اللي هيخلي أفواه المؤمنين تمتلئ بهذه التسبيحة أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية شوكة الموت هي الخطية وقوة الخطية هي الناموس لكن شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح لما نتكلم عن العائد بتاع القيامة في المسيحية ككل عايز أقول إن القيامة هي هي أساس الأفراح فكل فرح روحي كل فرح المؤمن بيعيشه يعني أنا لما الكتاب يقول لي أفراح في الرب كل حين من أين أستمد أفراحي؟ إلا من نصرة يسوع إلا من غلبة يسوع إلا من قوة قيامة يسوع. ده الفرحة لأني إيه اللي حصل في القيامة؟ وبالتالي بيحصل اللي حصل في القيامة إيه؟ أكبر هزيمة حصلت في تاريخ إبليس يوم القيامة. قيامة الرب يسوع. أه يعني. فالقيامة آه بالنسبة للمسيحية هي أساس كمان الكروزة والإيمان. بولس الرسول بيقول ان لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل, وباطل إيمانكم. ايمانكم، انتم بعد في خطاياكم. وبعدين يقول والا فالذين رقدوا في المسيح يسوع قد هلكوا، لكن الحقيقه ايه؟ الحقيقه ان قيامه يسوع بكورة والذين للمسيح هم في مجيئه، وخليني اسال حضرتك سؤال بولس بولس نفسه سال السؤال ده هو، قال فلماذا نخاطر كل ساعه؟ لو ما فيش لو ما فيش القيامه دي لو قيامه يسوع مش قيامتنا ما هو لماذا يعني قال بنفس الاصحاح بعد اذنك قسيس في كورنثس الاولى 15 لو لم يكن المسيح قد قام فاذا كل اللي بنعمله على الفاضي اه اصلا وجودنا إسحنا على احنا على الهواء دلوقتي آه كمان فاضي <applause> فمش بس يعني ايماننا باطل وكرزتنا باطله واذا بعدنا اموات بالخطيه ومعناش رجاء في الق وهكذا يعني امور ففي عوائد وفي يعني طبعا حضرتك مش بتخدم الرب في اماكن ملتهبه؟ وتعرضت للموت؟ اكيد وايه اللي يخليك تتعرض للموت؟ محبت للرب يسوع المسيح اه و و وايمانك في 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 هذه إنه القيامه حي فعلا اه الموت بالنسبه لك ايه؟ انتقال لحظه بكون مع الرب يسوع لكن في المجد وايه اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول من اجلك نمات كل نهار. وايه اللي خلاه يختبر حاجات يقول عنها ميتات كثيره؟ الا بايمانه في القيامه في نصره القيامه في حياه القيامه في مجد القيامه. ده عائد للمسيحيه عايز اقول لك ان لو كان الصليب هو النهايه ما كانش الصرح الهائل اللي موجود على مستوى العالم اسمه المسيحيه كان كان ممكن يكون ليه وجود بدون قيامة الرب يسوع المسيح الصليب في الصليب حبة الحنطة ماتت في القيامة ثمار نعم. كثير وأثمرت هذه البذرة آه. عشان كده أنا كمان بتساءل في ناس يقول لك إيه إزاي أنا سمعت الكلام ده هو. إزاي الرب سر بأن يسحقه بالحزن بتقول ايه؟ الرب سر ان يسحقه بالحسن، ما تكمل باقي الايه وانت تشوف في اشعياء 53 10 يقول ايه؟ اما الرب فسر بان يسحقه بال بالحزن. بالحزن ان جعل نفسه ذبيحه اثم يرى نسلا تطول ايامه، ملايين الملايين من المؤمنين على ممر هذه العصور كل ده ايه؟ النسل اللي جه بقيامه الرب يسوع فاذا انت بتتكلم عن يعني قوه هذه القيامة اللي بتنعكس في حياه المؤمن قوه القيامه على مستوى المسيحيه ككل لكن لما نتكلم في انعكاسها في حياه المؤمن ده شيء اخر لما نروح مثلا في سبيل المثال بالنسبه للمؤمن نشوف رساله رساله زي رساله افسس اصحاح واحد عدد 18 ل 23 بولس الرسول لما يقول مستنير عيون اذهانكم لتدركوا مع جميع القديسين واخد بالك وبعدين يقول لهم بولس الرسول ايه عشان يعرفوا خلينا نقرا النص بعد اذنك لكي مع لا متاسف في افس واحد من عدد 18 لعدد 23 نعم طبعا هي كلياتها وعود في شخص المسيح اللي أوه. اللي فعلا سند قوي لكل واحد منا تفضل بيقول المستنير عيون اذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثي في القديسين شوف الطريقه إيه. اللي يعبر بيها الوحي عن هذه القيامه يقول ايه وما هي عظمه قدرته الفائقه نحونا نحن نقول شو بيقول ازاي عظمة قدرته الفائقة وبعدين يقول ايه حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات من الاموات والى الاخر اجلسه عن يمينه فوق كل رياسه وسلطان يعني قوه القيامه دي قوه اعظم من كل رياسه ومن كل سلطان ومن كل سياده كل اسم و و وأخضع كل شيء تحت قدميه فأعظم قوة هي قوة القيامة لكن الرسول بيقول حكتين يقول حاجتين يقول مستنيرة عيون أذهانكم مش يقول لت ليكون لكم أو لتملكوا لكن لتعلموا فهذه القوة هي لكل مؤمن من لحظة خلاصه كل ما يحتاجه المؤمن ليس أن يمتلك لكن أن يدرك وبعدين لما يقول لهم إيه عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين القوة دي بكل جبروتها وبكل بأسها وبكل عظمتها م. القوة دي لينا إحنا المؤمنين. طيب إحنا راح نواصل حديثنا قسيس مجدي لأنه عاوز أتكلم عن ال... نتكلم عن القيامة بعلاقتها مع لاهوت المسيح ومع الثالوث اللي هو طبعا كمان أساس العقيدة المسيحية لكن رح أخذ فاصل قصير لو الأمر أثار أي استفهام أو أي سؤال من فضلك تواصل معنا بالجزء الثاني من بعد هذا الفاصل أهلاً أعزائي أنتم تشاهدون ليكن نور حديثنا في هذه الحلقة مع القس مجدي حبيب عن موضوع القيامة. خلال الفاصل ذكرت لي أخ مجدي أنه قبل ما نتكلم عن اللاهوت نفسك تكمل عن إيه اللي بتعكسه القيامة في حياة المؤمن تفضل. في كلام مهم بيقوله الرسول بطرس في رسالته الأولى في الرساله الاولى بطرس بي يبتدي الرساله بتسبيحه كده في الثلاثة يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا, ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح فالقيامه اعطت المؤمنين رجاء اسمه الرجاء الحي مم. الرجاء في الكتاب اسمه الرجاء الحي واسمه الرجاء صالح واسمه رجاء مبارك الرجاء الحي ده هو عايز اقول يا اسيس آه اوحش كلمه الموت فلما دايما بنستعملها <applause> اه وتسمع في مصر فلا الله ولا فالك بعيد <applause> عنك لكن لما تبقى هذه الكلمة اللي بيسميه حتى الكتاب بيسميه ملك الأهوال فلما يبقى مالك الأهوال خادم للأقداس فماذا بعد؟ ماذا بعد؟ رجاء حي بقيامة يسوع من الأموات عشان كده إيه اللي خلى بولس الرسول يقول ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح اسأل أجدع واحد بيقال إن الملك فؤاد ملك مصر لما جه يموت قال لهم مين يديني عمر على عمري وانا اديهم نص ثروتي فتخيل مين مين يقدر يقول ان الموت ربح وعلى فكره انا نفسي والمشاهد بيسمعنا بي 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 دلوقتي يقدر يمتحن نفسه بالحقيقه دي لو لو رجع بالسؤال ده على نفسه هل الموت بالنسبه له خساره ولا ربح بالنسبه للخاطئ الحقيقه الموت بيبقى اكبر خساره لكن بالنسبه للمؤمن الموت بيبقى اعظم ربح وتتذكر حضرتك مودي الخادم الشهير قال لهم لو قريتوا اسمي في صفحه الموتى في الجرائد ما تصدقوش ان انا مت لان انا بكون ببتدي حياتي من جديد وعشان الكلام ده هو ما يكونش نظري خليني احكي لك حاجتين انا عصرتهم انا بنفسي في خادم مشهور جدا في مصر ليه اولاد في الايمان خدام للانجيل واسس اسمه فوزي فرج الله انا كنت معاه في عربيه الاسعاف وهو بيتحرك بيها من مستشفى الحياه في مصر الجديده لمستشفى الراعي الصالح في شبرا ومركبين له الاجهزه والراجل كان بيلهس النفس ده طالع وداخل بطريقه سريعه ها 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 بيعمل كده وكنت انا وابن اخوه معاه وبعدين كنا مخضوضين عليه خالص مشغولين تصور واحد هو في في حاله زي كده ممكن تقول عليها في النزع الاخير بصلنا وشخط قال ايه انا مؤمن يعني بيواجه الموت فيس تو فيس ما هوش خايف مم. انا قبل ما اجي هنا يوم يوم 14 اتنين اختي اتوفت واختي ودي واختي بالنسبه لي طبعا غاليه جدا 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 طبعا لما عرفت الخبر اول ما سمعته لا ارادي انا ضربت على وشي بس عايز اقول لك ان احنا واحنا قاعدين في الموتى انا ابنها عندها ابن وحيد كان قاعد جنبي رحت غمسته كده قلت له في حياتك شفت موتة زي كده لانها ما كانتش موتى امام الرب يا اسيس كانت فرح احنا مش قادرين نقاوم الفرح اللي موجود في الموتى ف مين اللي خلى المؤمن يبقى الرجاء يبقى الموت بالنسبه له حاجه حاجه بهذه الكيفيه، حاجه بهذا الجمال. <applause> بولس الرسول في افسس 2 6 بيقول: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات". أنا بس عايز أقول مشهد آخر بتعكسه القيامة في حياة المؤمن. الآية دي أصلاً في الأصل وفي الإنجليزي تلاقيها كده لما يقول أقامنا ما يقولش أقامنا معه يقول أقامنا معا توجذر وأجلسنا توجذر يقصد اليهود والأمم والأمم السيس إحنا عرب العرب أكتر ما بيكرهوا بيكرهوا اليهود أنا عايز أسألك السؤال ده هو أنت بتكره اليهود؟ طبعا لا طبعا لا واللي يخليك تقولها يعني بفصيح اللسان كده ومن ملء الفم قبل الايمان كفلسطيني كنت اكره قبل الايمان عشان كده في مره من المرات اذا تتذكر لما الفريق الفريق الكره الاسرائيلي اللي بيسموهم الفدائيين الفلسطينيين قتلوهم عارف في المانيا في المانيا عارف ارساليه عملت ايه راحوا جايبين واحد فلسطيني مؤمن مع واحد يهودي مؤمن وخلوا الاثنين أنا مش بقول إن الحكاية دي إن الـ الـ العربي أو المسلم مش بس بيكره اليهودي لا كمان واليهودي بيكره بس في المسيح الدنيا بتتغير كنا بعدين صرنا قريبين آه لما يقول العداوة القديمة أبطل العداوة القديمة بيقولوا إن في الآثار لقوا في حجر من اللي كان موجود في الهيكل مكتوب عليه على الأمم ألا يتجاوز هذا الحائط والا تعرض للموت. الرب يسوع عمل ايه؟ نقط حائط السياج المتوسط مم. والعداوه القديمه، ازال العداوه القديمه. يقول عشان خليهم ايه؟ انسان واحد في المسيح يسوع. شوف اليهودي العداوه اللي ما بينه وما بين الاممي لكن في المسيح الوحده. مم. هذه كلها مرجعيات القيامه. مم. طيب احنا يعني خلينا نفوت في جزء اخر من هالموضوع هذا في موضوع علاقه القيام بلاهوت المسيح. اه فضل. احنا جينا لحاجه في منتهى الجمال والاهميه آه نفسي فيها اقرا شاهد واحد من سفر الرؤيه اصحاح واحد وعدد سبعه. آه يوحنا ب بيوصف اللي حصل معاه في سفر الرؤيا آه ياتي مع السلامه انا متاسف ااا آآ 17 متاسف م. بيقول فلما رايته سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف انا هو الأول والآخر لا تخف أنا هو الأول والآخر ألفا عند أوميجا والحي وكنت ميتا عايز أقول ثلاث حاجات هنا بس ثلاث حاجات في الآية دي بيقول الحي وبعدين بيقول ها أنا حي الأبد الأبدين وبعدين بيقول لي مفاتيح الهاوية والموت فعايز أقول الحي دي المسلمين بيقولوا إيه أنت عارف الله حي الله حي الله حي احنا مش بنقول الله حي لان كل كائن حي انت حي انا حي واخد بالك لكن شوف الوحي شوف الفرق بين كلام الله وكلام البشر مش يقول حي يقول الله الحي الحي والحي دي يعني بالانجليزي بتيجي هو ايفر اكزيستنج ده اللي موجود بشكل دائم الوجود وبعدين بيقول أه الحي وكنت ميتا وها انا حي الى ابد الابدين حي الى ابد حي الى ابد الابدين دي بتيجي بالانجليزي بمعنى حلو قوي يقول ليفينج ان اند تايم اند سبيس يتخطى حدود الزمن والوجود. والمكان في حياته فده ال ال دي صفات الرب يسوع ومن تكون ومن تكون هذه الصفات الا صفات الله يعني اقول لحضرتك ان لم يكن الله هو المسيح لكان المسيح هو الله حتى الكلمه الثانيه لما بيقول ولي مفاتيح الهاويه والموت كلمه مفاتيح دي يعني في ترجمه بتقول ابسوليوت control over death. فده اللي ليه السلطان المطلق على الموت ليه مفاتيح الهوى والموت فما المشكله لما آآ آآ لما اللي, اللي ليه السلطان على الموت يموت الموت بالنسبه له بقى ايه ادي مثل لو انا دخلت في اوضه واتقفل عليا وانا عندي المقدره ان انا اخرج من الاوضه دي ماذا يعني الامر بالنسبة لي فالرب يسوع المسيح مفيش مشكلة وده المغزى على فكرة ليه هو لما قام كان الحجر موضوع الحجر كان باقي ويسوع قام والحجر استل على القبر ليه لان ده اللي ليه مفاتيح الهوية مش ده اللي انتوا تقفلوا عليه تقفلوا ما تقفلوش هو اللي ليه السلطان لكن يعني الحجر الدحرج على اساس النساء يشوفوا ويكون دليل وبرهان على القيامه ده الدحرج بعد كده انهم دخلوا لقوا الدنيا الكفن موضوع آه. منديل وبعدين لما واحد زي بطرس يقول في اعمال 2 24 <applause> الذي اقامه الله ناقدا اوجاع الموت وبعدين يقول ايه اذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه يعني الموت ما كانش يقدر عليه لكن هو اللي قدر على الموت لأنه المسيح هو رئيس الحياة اه بالإنجليزي معلش بتيجي بتقول ايه؟ It was impossible for him to be held in death power كان مستحيل إن الموت يغلب يسوع لكن يسوع كمان في شاهد تاني يمكن بيقول في أعمال 3 14 بيقول لهم ولكن أنتم أن ذكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل ويقول ايه؟ ورئيس الحياه قتلتموه وكلمه رئيس بتيجي اوثر وكلمة اوثر بمعنى م. خالق وبتيجي برضه اورجينيتور سورس م. ده رئيس الحياه المصدر اه المصدر والمنشئ والمبدع زي رئيس ايماننا اه رئيس الحياة آه. رئيس السلام مش دي بس خليني كمان أشير لشهد جميل جدا في روميا واحد أربعة بيقول إيه تعين يقول من جهة روح القداسة تعين ابن الله بقوة بقوة القيامة آه من جهة روح القداسة القيامة من الأموات فكلمة تعين في اليوناني بتيجي تحدد والعلماء اجمعوا على ان معناها تحقق. فتعين او تحدد او تبرهن او تاكد انه ابن الله بالقيام وعلى فكره عايز اقول كلمه ابن الله دي اللي عامله مشكله عند المسلمين لان المسلم ذهنه مقفول في حته واحده بس ان ابن يبقى حد اتجوز وخلف. ومع ان عندهم ابن السبيل يعني والسبيل لا بيتجوز ولا بيخلف لكن ابن الله دي مقصود بها ايه؟ لما انا اقول ابن النبات نبات ابن الحيوان حيوان ابن الانسان انسان ابن الله الله يعني ايه ابن؟ يعني له نفس الطبيعه ابن الله يعني له نفس طبيعه الله فتعين ابن الله بقوه من جهه روح القداسه بالقيام والاموات على اي حال خليني استاذنك وارى ترجمة ثانية تانية تفضل ل واحد أربعة هي ترجمة الإمبليفايد بس ترجمة جميلة موضحة بيقول بالنسبة لطبيعته الإلهية بحسب روح القداسة روح القداسة هنا راجعة راجع عليه هو روح روح قداسة يسوع تبرهن بقوة في انتصاره المعجزي بالقيامة من الأموات أن يسوع المسيح هو الرب. طيب خليني أنا عارف إنه في مواد كتير وعاوز ناخذها بس آخذ مكالمة عشان إلهن فترة بيستنوا. خليني آخذ عبد الله من المغرب. أهل وسهل أخي الله. أهل وسهل أخي الله. فضل. أهلا وسهلا أخ عبد الله أهلا وسهلا أخ عبد الله. أنت على الهوا تفضل أهلا بك أخ أهلا بك أخ عبد الله تفضل أخي نزار يعقوب عليه السلام اصبح ولكن بطل العالم محمد علي كلاي تكفر عن الله يا اخي عندكم في كتاب مقدس هل هذا كلام رسوم ام صحيح؟ يعقوب ايش اسف اصبح بطل الملاكمه؟ <applause> اصبح محمد علي كلاي لا لا طبعا ملخبط في الاف السنين بناتهم يا أخي أخ عبد الله. عندكم في الكتاب المقدس؟ لا لا مش مذكور مش مذكور علي كلي دا ملاكم يعني بس من فترة بسيطة توفى، لكن يعقوب من آلاف السنين واحد من الآباء القدماء. نعم تصارع عم الله. نعم؟ تصارع الله تعالى. آه تصارع أيوه تصارع الكون هو بيتكلم في الصلاة قال له يعني لن أطلقك إن لم تباركني لكن شو جاب يعقوب مع علي كلي أخ آه عبد الله ربنا يباركك حبيبي وخلينا نسمع منك كمان مرة تانية شكرا كثير لك خلينا أخذ مكالمة تانية من آه نهال من نهال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت نهال تفضلي اهلا بحضرتك يا اسيس وهللويا لاخر موت فعلا هو اخر عدو هو الموت والرب يسوع فعلا انتصر على الموت واصلي ان فرحه القيامه توصل لكل مشاهد. عندي سؤالين بما ان حضرتك موسوعه يا اسيس مجدي فانا هتقمص شخصيه واحد بيشاهد مسلم وحضرتك اتكلمت عن المعجزات اللي قام يسوع المسيح وفعلا احنا من العار اننا نقارن شخصيه يطلب باي شخص مهما على شأنه لكن من خلال كلامي مع اخواتي المسلمين بيقولوا ان كل معجزه عملها عيسى كانت بين قوسين باذن من الله والدليل اللي بيمسكوه بيقول انه لما اترك لوحده على الصليب قال الهي الهي إله لماذا تركتني؟ احنا فاهمين ان ده الناشوت اللي بيتكلم لكن هم طبعا ردوا على الحته دي وقالوا طب ما بتقولوا ان نأسوته لا يفارق لاقوته لحظه واحده ولا طرفه عين فانا عارفه انه مش من شغلتنا ان احنا نقنعهم لان الرب وحده هو اللي يقدر يقنع زي ما ارميا قال اقنعتني اقنعتني فاقتنعت لكن علينا ان احنا نوضح الحق فمن فضلك وضح الحته دي ولو في وقت بقى للسؤال الثاني او نفسي الاساس نزار يعمل حلقه تاني ان حضرتك برضو قلت وعملت ستريس ان الموت هو ربح للمؤمن فلو في حد مشاهد مسيحي وفعلا بيسمي نفسه مسيحي ومؤمن لكن كل ما تيجي سيرة الموت بيتقبض وبيخاف فهل بتشعر. ده معناه ان يشك في ايمانه ولا يراجع حساباته ان ده شعور طيب. طبيعي ان الخوف ده شعور طبيعي فمن فضلك شكرا كثير يا اخت نهال شكرا كثير ربنا يباركك بالنسبة للموت يمكن ناخذ حلقة عن الموت ليه, ليه الرسول بولس قال لأن لي الحياة هي الموت لي الحياة المسيح. هي المسيح والموت ربح عادة يعني الآية بتكون معكوس الموت خسارة والحياة هي ربح لكن في المسيحية منشوف الآية معكوسة بتحب تعلق ولا هو تعليقي على هو طبعا هي قالت حاجتين سؤال أه. على أول إلهي بإذن, إلهي بإذن الله إلهي إلهي آه أني بإذن الله طيب يعني هو أنه عمل المعجزات <applause> لكن بإذن الله هو <applause> طيب. سؤالين ثلاثة بدهم <applause> <هن> ثلاث حلقات <applause> طيب وانت معك بس خمس سبع دقائق يعني <applause> طبعا عندنا حاجات كثيرة تقال لكن هحاول أرد بمنتهى السرعة هو أولا لو أول سؤال كان إيه معلش بإذن الله المعجزة بإذن الله يعني. أنا قلت إن هو لما كان بيقول كان بيعمل المعجزات اسلوبه اختلف عن كل الانبياء بالزبط. هو بيصدر اوامر فباذن الله يبقى باذنه هو طب وكمان بيخلق يعني. بيخلق وبيغفر هذا كله باذن الله آه. هل الله بيعطي اخص خصوصياته لاي استحالة. شخص استحالة 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 خلينا عاوز اسال موضوع مهم رح نرجع لهي المواضيع يا اخت في حلقه ثانيه نرجع لموضوع القيامه احنا ذكرنا عن اللاهوت اه كمان عاوز يعني فكره الثالوث يعني بموضوع القيامه كيف ممكن نفهم هذا الموضوع؟ حتى لو بسرعه اخ مجد بمنتهى السرعه هو القيامه منسوبه في الكتاب للاب والابن والروح القدس م. لما قلت مثلا على سبيل المثال في يوحنا 10 17 و18 يقول لهذا يحبني الاب لاني اضع نفسي لاخذها يعني هو اللي هيمد بارادته وهو هيقيم هيقيم نفسه ولما قال لهم أنقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا نعم. فكان بيتكلم بمنتهى الوضوح وفي رمية 8 آه 11 بيقول إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم فهنا في الآية ديه فيه الآب وفيه الروح القدس في القيامه فانا هنا عندي الله الاب والابن والروح القدس بس انا طبعا ايه بي يعني بشعر بالحسره لان الله في الاسلام مش اله حقيقي ليه لان الله لازم يكون مكتفي في ذاته لا يزاد عليه ولا ينقص منه فانا بسال سؤال الله قبل ما يخلق الانسان والكون والملائكه واي حاجه هل في الوقت ده متاسف كان ميت هل كان اخرس حاشا لكن يعني طب انت بتقول ايه ما يعرفش يعني هنا المسلم بيقف مشلول ما يعرفش يرد على الحقيقه دي لكن الله حي بروحه وناطق بكلمته وهو ده الثالوث يعني ايماننا المسيحي طبعا في وحدانية الله الجامعة نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة لكننا نؤمن بإله واحد يعني كامل الصفات ويجمع طبعا ويمنع بكل هذه الصفات الإلهية فطبعا واضح أنه نشوف أنه حتى في القيامة التالوت نفسه بيعمل واضح. هذا العمل العظيم طبعا أنا عارف إنه الوقت يمكن أزف أخ مجدي و... وهي دراسة عميقة جدا ولازم ندعوك مرة ثانية يمكن نشارك أكثر في الموضوع هذا كمان من ناحية عملية يعني خلينا هيك بكم دقيقة عن أدلة قاطعة على قيامة المسيح اللي خلص ما أي شك لا يعني خلص نقول قام ما فيش أي شكوك في هذا الموضوع بص يا اسيس انا هقول لحضرتك بسرد سريع يعني طيب هو اعظم دليل على القيامه هو كلام الرب يسوع نفسه ماذا ينقصني من دليل في فلؤه 18 31 34 لو حد اراها هيلاقي انا هقول شواهد طبعا مش عارف ان الوقت مجرد حتى شواهد حتى ولو بكلمه اه اللؤه 18 ومتى 16 ولوقا 17 9 وعبرانيين 5 7 كل ده هو الرب يسوع كان بي بيقول لهم على موته وبيقول لهم بتفصيل بتفصيل هيعملوا فيا كذا وكذا وكذا وساسلم الى ايدي الامم هقول شاهد واحد بس اتفضل في يوحنا 13 19 قال لهم ايه؟ قال لهم آه ان اللي بكلمكم بيه ده هو بكلمكم بيه حتى متى صار تعلمون اني انا هو فقال لهم اقول لكم من الان حتى متى كان تؤمنون اني انا هو ف فإني لا انا عايز اقول اني انا هو دي معناها ايه؟ انا هو لما انا اقول لما انا اقول انا هو ما انا اقول لك مثلا انا ايه مجدي حبيب او انا قسيس لازم يبقى في حاجه كماله لكن هو لما يقول انا هو ويسكت يبقى معناها ايه معناها ايه الا بيرجع للـ للـ للمسمى الالهي اللي الله اعلن به نفسه الموسى <applause> ايجو ايمي يهوى يهوى ف فده اعظم دليل تاني كمان في كورنثوس الاولى 15 من واحد ل 8 بنلاقي الشهود وعشان الوقت خليني اقول لحضرتك لو تجمع الشهود انا جمعتهم م. الشهود اللي موجودين في روم في في قرونسوس 15 لما يقول ظهر لصفا وظهر للاثني عشر وليعقوب وليعقوب و... 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 و لا ما قالش المجدليه في في لا مش في كورنثوس الاولى 15 بس و500 اخ اكثرهم باقي الان لما تجمع الاعداد دي قال وللرسل اجمعين هو قال 12 بعدين قال الرسل اجمعين يقصد ال 12 وال 70 فلما تجمع العدد ده هو يطلع 583 شخص دون بولس يعني لو بولس يبقى 584 شخص الكتاب بيقول على فم اثنين او ثلاثه تقوم كل كلمه لما انا يكون عندي الشهود 584 وزي ما حضرتك قلت مريم المجدليه مش مذكوره هنا والمريمات والمريمات مش مذكورين هنا بس ممكن يكون من ضمن التلاميذ يعني. وتلميذ عمواس مش مذكورين هنا واخد بالك فكل هذا الكم الهائل لما يكون الرب يسوع ظهر لي انا هقول حاجات سريعه عشان الوقت اللي, اللي ازف انت حاجه انت يمكن اكتر الناس المتخصصه فيها القبر الفارغ مم. يعني يعني لما كان بيقول لهم بطرس كان بيقول لهم داوود اللي قال مزمور نعم 16 ده هو اللي اقتبسوا على الرب يسوع قال انه قبره عندنا حتى اليوم فكل واحد موجود عظمه في القبر بتاعه لكن الا الرب يسوع القبر الفارغ الكفن الفارغ اقوال الانبياء في العهد القديم كثيرة جدا جدا مساله يعوزني الوقت انا عارف مالين يقولوا لي الوقت الوقت خليني اعطيك دقيقه اخ مجدي من بعد كل هذا الموضوع اللي يعني طبعا ما قدرنا نخلصه لكن شو هي الرسالة اللي عاوزة توصلها من خلال موضوع القيامة إيه اللي عاوزة توصله حاليا للمشاهد شو عاوزة تقوله اللي عايز أقوله بيقوله بولس في رومية 8 طبعا أنا بالنسبة لي من أعظم إصحاحات الكتاب المقدس هو رومية 8 بس النهاية أو النشيد اللي بينتهي به رومية 8 لما بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح. أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف وبعدين يقول من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح وبعدين يقول إيه في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فالقيامة تقف أمام كل هذه التحديات اللي سردها بولس في رومية 8 35 وده المجد اللي اللي المؤمن يتمسك به مهما كانت المقاومات والتحديات اللي ممكن تواجهه في حياته أخ مجدي أنا بشكرك من كل قلبي فعلا على هذا السرد الواضح ونفسي كمان ترجع كمان مرة نشارك بالموضوع أكثر توسع ولا سيما الأدلة القاطعة في موضوع القيامة ربنا يباركك ربنا يحميك وربنا يستخدمك وتضلك هيك نور وشهادة لكل من حولك فعلا إحنا نشكر الرب من, من أجلك إخوتي وأخواتي طبعا يعوزنا الوقت مثل ما ذكر أخوي مجدي لكن فعلا المسيح حي فينا وأنا وأخوي مجدي وكل المؤمنين اللي بتشهد عن يسوع المسيح ونحن بنشهد على عمله فينا من خلالنا وفي حياتنا من أجل هذا نشهد عن المسيح الحي كل الديانات بتتمحور حول شرائع وطقوس وفرائض وافعل ولا تفعل المسيحية بتتمحور حول شخص هذا الشخص هو الحي الذي يقدر أن يغفر وأن يبرر وأن يحرر قادر أن يكتب أسماءنا في سفر الحياة وقادر أن يعطينا الحياة الأبدية حياة ذات الله من خلال قبولنا لشخص الرب يسوع المسيح خليني أسألك سؤال أخير من تتبع؟ تتبع شخص موجود في القبر وجثة ما زالت في القبر أم تتبع شخص حي يتواصل يتفاعل معنا ولخيرنا ويريد أن يعطينا الحياة الأبدية القرار لك الرب يباركك بحب أسمع منك